الملاعب الجوارية بمدينة بسكرة تنتعش ليلا في إطار دورات كروية تحت مسميات مختلفة، على غرار هذه الدورة التي احتضنها ملعب حي ألف سكن تخليدا لأحد أبناء الحي الذي توفي مؤخرا. الدورة هذه رانا درناها باسم المرحوم من القاسم سليمان من حي ألف مسكن. هذه الدورة رانا درناها في 28 فريق مدينة بسكرة من كل حي، ورانا نكملوا بها حتى ثالث عيد. وهنا في حي الوادي دورة أخرى تمتد إلى آخر ليلة من الشهر الكريم بمشاركة ما لا يقل عن 20 فريقا من مختلف أحياء المدينة. تجمل 20 حي، وكل حي عنده فريق، راك تشوف يعني الجو الأخوي اللي راه موجود، وهذا باش نلموا جميع الشباب نتاع كل أحياء نتاع مدينة بسكرة، مش غير في كرة القدم، فيه يعني التضارب أخرى في الكرة الحديدية، ولماذا لا باش نغرسوا الروح نتاع التضامن بين الأحياء. هذه الدورة التقليدية تحمل طابعا تضامنيا مع الأيتام من خلال إسهامات الفرق المشاركة. الهدف منها هو مساعدة العائلات المعوزة في هذا الحي هذا العريق، حي حارة الواد، والسكان الطيبين هذه الذين بادروا بهذه الدورة. هذا رابع من سنين نديروا هالدورة هذه، ولمدوا فيها تبرعات، وفي 27 نديروا فينال ومدوا الأيتام، نجمعوا الأيتام. دورة حي الواد تقام في ساحة هي في الأصل محطة للحفلات، ويأمل القائمون عليها أن تقام العام القادم في ملعب يتمنون إنجازه على حافة الوادي.